50. المفروض المناديب بعتوا لي السيفيهات، كنت حابب بس اتناقش معاكم كده في بعض الملاحظات على اي عينه من السيفيهات اللي موجوده، وافكر حضراتكم ان شاء الله ان ميعاد المناقشه بقى الفاينل او البروجكت الفاينل هيبقى المره اللي جايه. ده مش معناه ان المره اللي جايه هتبقى اخر حاجه، بس معناه ان المره اللي جايه هتبقى الفاينل. ممكن بعد كده نجيب حضراتكم تاني، يعني نقعد تاني في حاجات تانية. المرة اللي جاية كنت وريتكم قبل كده فايل PDF فيه توزيع الدرجات عاملة ازاي، وتقسيم درجات البروجكت عاملة ازاي، فمش هكرر تاني الكلام، لكن انبه على حضراتكم ان الوقت اهم حاجة في الموضوع ده. التيم الواحد هياخد وقت من 5 لـ6 دقايق، من 5 لـ6 دقايق. الناس اللي عرضت في أول مرة، الانترودكشن اللي حصلت أول مرة دي في قبل الميد تيرم، مش هيعرضوا تاني. فال5 أو الـ6 دقايق هيتعمل فيهم الـ5 أوتلاينز بتاعة البرزنتيشن من بقية التيم ممبرز اللي ما عرضوش. طيب الناس اللي هي عملت الانترودكشن هل يكونوا جاهزين مستعدين؟ ممكن في اي وقت اقول له خش يا فلان او خش يا فلان؟ اه طبعا ممكن بشكل عشوائي، ممكن في تالت او رابع تيم خامس تيم انا اقول لا معلش انا عايز حد من القديم، لكن مش كل التيمز هيبقى فيها الناس اللي قالت هتقول تاني، عشان احنا عايزين ندي فرصة لكل الناس ان هي تتكلم. لكن بعض الناس لما بنقول كده بيبدأ ان هو ايه، انا خلاص قلت فانا مش معاكم بقى في التحضيرات، ومش معاكم في التجهيزات، ومش معاكم في التدريبات اللي هتعملوها للايه، للفاينل بروجكت. فبنقول له ممكن جدا وارد قوي قوي قوي، اقول لحضرتك اتفضل انت اللي تقول، ما عندناش اي مشكلة. طيب كل واحد طبعا يكون عارف دوره في البرزنتيشن وعارف الادوار التانية. ممكن برضو أغير ترتيبكم بما في أي وقت وبأي طريقة، مفيش مشكلة. طيب ليه بنعمل الكلام ده؟ علشان التيم وورك، لأن جالي شكاوى كتير إنه في بعض التيمز فيها ناس مش شغالة، وفي بعض التيمز فيها ناس ما بتحضرش ما بتردش. فأنا الكلام ده مهم جدا، هيظهر لي بقى هعرف إذا كان ذاكر الـ2 سلايدز بتوعه بس، او الثري او اي كان عدد السلايدز ايه، وما ذاكرش الحاجات التانية، معناها انه ما كانش قاعد مع الناس وهي بتتكلم، ما كانش قاعد مع الناس هم بيحضروا وهم بيعيدوا ويزيدوا في الكلام. فطبعا دي هتبقى مشكلة ايه، لو هي مشكلة شخصية هينقص، لو هي مشكلة عامة في التيم كله طبعا ايه ينقص. مش الهدف ان احنا ننقص بقدر ما الهدف ان الناس تفكر مع بعضها وتؤدي لأحسن جودة. طيب نقطة مهمة جدا، أنا إزاي أتحكم في الوقت اللي هو 6 دقايق أو 7 دقايق، أو عفوا من 5 أو 6 دقايق؟ نتحكم فيها عن طريق إن إحنا نعمل أكتر من ريهرس، يعني نحط في بالنا إن إحنا عايزين نعمل البرزنتيشن ونعيدها مع بعض مثلا من 3 لـ5 مرات لابد، مع تغيير الأدوار، نبقى عارفين إن السلايد الفلانية لما هتخلص يبقى في نقطة جديدة هتتقال. خلاص النقطة الجديدة دي كلنا نبقى عارفين يعني المحطات اللي هيحصل فيها انتقال من ايه، من نقطة لنقطة في البرزنتيشن. والريهرس بقى بيظهر لنا من اول ريهرس ان الوقت 7 دقايق، فنقول ايه اللي ممكن نشيله، او ايه الجمل ممكن نختصرها وتختصروها مع بعض وتعيدوا ريهرس تاني لحد ما ايه، تكرروا الموضوع ده لحد ما توصلوا للـ5 دقايق او الـ6 دقايق اللي احنا متفقين عليهم. كتير من في بعض الطلبة في الترمات اللي فاتت كنت طالب منهم البرزنتيشن تعمل في 10 دقايق، وده لان كان عندنا وقت وما كناش زحمه، وكانوا سكشن واحد في الاخر، وكنا في الكليه الترم اللي قبل اللي فات، وصلوا ل 15 دقيقه او 20 دقيقه، فالدرجات بتاعتهم طبعا نزلت جامد. انا قلت لكم اكبر درجه هتكون على الوقت، بقول الكلام ده وبعيد وازيد فيه علشان الناس تبقى ايه، يعني ما تزعلش، وعلشان الناس تكون حريصه في موضوع الوقت ده، لانه دلوقتي اصبح الوقت مهم، وبيظهر الوقت قدرتك على الحفاظ عليه او ان الوقت بيجري منك على حسب الايه، عملت براكتس قد ايه قبل ما تعمل برزنتيشن. نقطة مهمة برضو من الحاجات اللي بتكشف الناس دي اتدربت ولا لا، عملت ريهرس مع بعض ولا لا، فكرة الارتجال اثناء الشرح.
يعني لو احنا عملنا البرزنتيشن اكتر من مره بتلاقي الكلام بيجري ورا بعضه كده. صحيح غير التون بتاعتك وغير الفوليوم بتاع الكلام بتاع صوتك مفيش مشكله، لكن في الاخر بتلاقي ان في سلاسه في الانتقال من جمله للتانيه، مفيش وقوف وتفكير ومحاوله استحضار تاني للموضوع. ده بيبقى ايه يعني، بيظهر لي الناس دي متدربه ولا لا، وبالتالي نحرص على التدريب، والتدريب يكون انا عارف يعني، عايز من خلال التدريب اقول الكلام اللي انا هقوله بالظبط بالحرف بالكلمه، وبالتالي ما اجيش ارتجل قدام الناس. مش معنى الكلام تحفظ البرزنتيشن، لكن تبقى عارف ان هنتقل من الجمله دي للجمله دي عشان ما يبقاش فيه وقت من محاوله ايه جلب الافكار وهكذا. طيب خلوني كده استاذنكم، معانا باشمهندسه مارتينا مارك، موجوده ولا مش موجوده؟ ايوه مع حضرتك يا باشمهندس. معلش يا مارتينا، ممكن استاذنك هعمل بس شير للسي في بتاعك اشرح عليه شوف. حاجه ولا لا؟ اتفضل. طيب تمام شكرا. طيب طبعا ظهر لحضراتكم هنا السي في بتاع المهندسة مارتينا. هتلاحظوا هنا ان المهندسة حاطة الكونتاكتس بتاعتها كلها في مكان واضح فوق على الصفحة. طبعا الديزاينز والتمبلتس مختلفة وانا مش هعلق على الحتة دي كتير، لكن مهم ان يكون الاسم موجود فوق بشكل واضح والكونتاكتس بتاعتي موجودة جنبه، وإذا في لينك مثلا لينكدين يكون موجود هنا، لو في لينك الـ اي دي بتاعك على بعض المواقع مثلا، او بروفايل بتاعك على بعض المواقع البرمجة او مواقع البحث العلمي، او يعني اي حاجة فيها الاكونت بتاعك على حاجة حيوية الناس بتخش عليها اونلاين علشان تجيب البروفايل بتاعك، برضو ايه تحطه هنا ويكون زي لينك كده. بالنسبة للصورة، فلسفة الصورة طبعا بتختلف من مكان لمكان ومن شركة لشركة، ولكن ومن وظيفة لوظيفة طبعا. في الناس مثلا في أمريكا وفي كندا، الدول اللي فيها ناس مختلفة أعراق مختلفة وأجناس مختلفة، لما بيتقال اسم معين، الاسم ده مثلا أصله آسيوي، ما بنبقاش عارفين ده ولد ولا بنت، وبالتالي بيبقى مهم إن الصورة إيه توضح اللبس ده يعني. في بعض الشركات او في بعض الدول بيشترطوا الايه الصوره. احيانا بتكون الصوره برضو مطلوبه لوظيفه معينه، يعني عايزين حد يكون مثلا خدمه عملاء في مكان، عايزين حد يكون شغال في وظيفه يعني فيها احتكاك بالجمهور، فبعض الناس شايفه انه الصوره مهمه تدينا انطباع مبدئي قبل ما نعين الموظف ده او نشغله او عم. لكن كتير من الشركات عندنا في مصر ما بيبقاش فارق معاهم قوي الصورة، خاصة في المجال بتاعنا المجال الهندسي، لأنه الأسماء معروفة. يعني إذا قلنا مارتينا أو قلنا مونيكا أو قلنا مريم أو قلنا علياء أو أحمد أو حسين، معروف الجندر بتاعه إيه، والمهندس بيبقى بنبص في الغالب على السكيلز والكابابيلتيز بتاعته، ما بيبقاش فارق معانا قوي شكله هيبقى إيه يعني. طيب انا اعمل ايه في الموضوع ده؟ بنسأل دايما قبل ما اقدم في اي شركة من الشركات، هل بيبقوا محتاجين صور في السي فيز بتاعتهم ولا لا؟ اعرف المعلومة دي وعلى اساسها احط صورة او ما احطش، اذا كان يعني ايه يعني طبقا للسوق بيقول ايه، او زمايلي اللي سبقوني في الشركة دي، او لو حد موجود فيها وانا عرفته عن طريق لينكدين او عرفته عن طريق اي موقع من المواقع، ممكن ايه ابعت اساله اقول له يعني هل بتحتوي الصورة دي مهمة أو مش مهمة، إيه المعلومات اللي أكد عليها وهكذا. طيب السي في طبعا زي ما حضراتكم عارفين هو في الآخر ورقة الراجل بيبص فيها بصة سريعة جدا، وعايز يقيم من خلال النظرة السريعة دي المتقدم ده يصلح لينا ولا لأ، يصلح الوظيفة بتاعتنا ولا لأ. علشان نحقق القصة دي محتاجين إن إيه شوية يعني شروط. أول حاجة
ان الورقه المعلومات كلها تكون محطوطه في ورقه واحده وش واحد قدر الامكان. يعني مثلا مسافات زي اللي موجوده هنا كده، مسافه زي اللي موجوده هنا دي ممكن نتخلص منها نقللها شويه، مسافه زي اللي موجوده هنا ممكن نقللها شويه، المسافات دي كلها نقللها بحيث ان احنا في الاخر المعلومات اللي موجوده في نص الصفحه التانيه دي تطلع ايه، تبقى موجوده معانا في الصفحه الاولانيه. اذا احتاجنا نصغر الخط نصغر الخط مفيش مشكله، تمام. طبعا احنا هنا بنكتب الكلام زي ما حضراتكم شايفين هنا، الكلام مكتوب يعني واخدين راحتنا قوي فيه. مثلا هنا باشمهندسة بتقول في السكاوت البيرسون بيتعلم انه يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا دي طبعا ايه، ده كلام حلو عن السكاوت نفسه، لكن احنا بنقول ان احنا في السكاوت ده انا مريت باكسبيرينس 1 2 3 4 5 خلاص، او نقول تم في السكاوت ده 1 2 3 4 5. ما عايزين نقول ايه الكلام المفروش قوي، الكلام العاطفي احيانا ما بنحبش ان هو يظهر في الايه السي في، احنا عايزين في الاخر نقط سبيسيفيك، حصل كذا وكذا وكذا، او استفدت كذا وكذا وكذا، او اخذت برنامج او دورة وهكذا. وبالتالي الجمل هتبقى محتاجة ان احنا نختصر برضو، as mentioned before دي ما بتتكتبش خالص. طبعا اللي انا بقوله ده مارتينا من احسن الناس اللي عملوا السي في، عشان بس هي ما تزعلش وعلشان الناس ما تظنش ان ايه ان انا اخترتها علشان في ملاحظات كتير، ابدا ده هي ما شاء الله السي في بتاعها حلو، لكن هنا زي ما بنقول هو مش موضوع تعبير، اقول انا قلت قبل كده كذا وكذا وهقول واكمل تاني وبكده نطلع بملخص انه المدرسه دي كانت حلوه او لا، ما بنعملش كده. كل ما يكون الكلام مركز في بوليت بوينتس كل ما يكون احسن، يعني ده خلاصه الكلام. عين شمس يونيفرسيتي الاديوكيشن بقى وسان جوزيف كل ده في السنين. طيب طبعا بما ان انتوا لسه في الجامعه فمش ايه مش هضغط قوي عليكم في السي فيهات. طبعا الناس اللي سلمت خلاص انا مش انا بديكم ملاحظات ملهاش علاقه بالدرجه بتاعتك، ان شاء الله معظمنا هيبقى طالما اهتميت وما نقلتش من زميلك ان شاء الله تاخد الدرجه كامله، اللي نقل طبعا هيزعل، لكن اللي عندي على السي في بتاعه ملاحظات مش هينقص ان شاء الله. عادة برضو في الإديوكيشن بقول أنا كنت في عين شمس يونيفرسيتي في الفترة من كذا لكذا إن شاء الله، المدرسة في السنين الفلانية، وبحط في الغالب الجريد ما بين قوسين بشكل مختصر وانتهينا. يعني عادة بيكون الإديوكيشن ما بقولش فيه إن أنا اتعلمت كذا وكذا واستفدنا، وما بنقولش الكلام ده عادة، بنعرف المكان عدد السنين والجريد بتاعك او الدرجه بتاعتك اللي طلعت بيها. من النقط المهمه اللي ممكن اكتبها مثلا لو انا عملت رساله ماجستير او عملت دكتوراه او حاجه كان كجزء من الاديوكيشن، ان اول عنوان الرساله كان كذا، ده برضو بيكون ايه معلومه مهمه. اكتر من كده مش بنقول. البروجكتس طبعا في بروجكت ايه ديسمبر 2020 ماشي كويس، وزي ما قلنا الحاجات دي هتختصر. طبعا هتختصر امتى؟ قدام ان شاء الله لما البروجكتس تزيد ولما الاديوكيشن يحصل فيه طفرات ان شاء الله، بنبدا بقى ايه نقلل من الكلام ده. التفاصيل دي كلها بتلاقي ملهاش مكان وعايزه تحطي نفس الكلام في صفحه واحده، وبالتالي بيبقى الدنيا ضيقه، بتضطري تشيلي بقى كلام من الكلام ده، وحتى لو مش مضطريه برضو شيليه يستحسن علشان ما يبقاش فيه رغي لا يتناسب مع السي في. من فوائد طبعا ان السي في موجوده زي ما حضراتكم كده شايفين، السي في فيها خانه للبروجكتس، وانت عملت السي في بتاعك وانت لسه في اعدادي، وبالتالي دايما في الارم في دماغك شغال انه المفروض السي في يكون فيه بروجكتس كتير عايز املاها، فدايما هتلاقي كل سنه محتاج تعمل بروجكتس علشان السي في محتاج تملى فيه كل سنه، كل خانه من دول مهم جدا حضرتك تملاها في الايه السي في، يعني تملاها سنويا تحط فيها في كل خانه حاجه جديده، فده يكون زي خطه كده ليك علشان ايه تطور من نفسك وما يبقاش في خانه من دول فيها قصور. برضو نقطه مهمه السكيلز بتاعتنا، السكيلز بقى
السوشياليزنج والليدرشيب والكوميونيكيشن والحاجات دي كلها سكيلز مهمه، لكن بنحب برضو نضيف عليها بعض السكيلز اللي ليها علاقه بالسوفت ويرز اللي مستخدمه في المجال بتاعي. خلاص، او لو حضرتك تخصصك مثلا بروجرامنج اصلا، فتقول ان انا البروجرامنج لانجوجز اللي بستخدمها كذا وكذا، البروجرامز بعرف اتعامل معاها كذا وكذا، في خانه جديده. مش شرط يكون اسمها سكيلز، لكن هي في الاخر تندرج تحت الايه، المهارات دي. الكورسات اللي اخدتها اونلاين دي مهم جدا تضيفها وتعمل لها خانه من دلوقتي، وكل مع الوقت تبدا ايه تضيف عليها. يعني ده كده خلاصه التعليقات. وقبل ما نشوف بقى حاجة تانية، عايز أعرف أسئلتكم لو حد عنده أسئلة أو حاجة، تحت أمركم. بس اللي عنده سؤال يرفع إيديه عشان ما نتلخبطش. معلش يا باشمهندسين، انا فصل عندي ورجعت تاني. مين بقى اللي رفع ايده؟ عبد الله مصطفى، اتفضل يا عبد الله. يا دكتور، من فضل حضرتك، هي الدكتور كانت توضح لنا ان احنا ما نحطش الريفرنسز، بس لما شفت كذا تمبلت على الانترنت لقيت الجمله بتاعت ريفرنسز افيلبل ان ريكويست، فانا اعمل ايه؟ انا حطيت الجمله في الاخر، بس ده يعني في فين؟ ده في المستقبل السي في. في السي في. ما فيش مشكلة. يعني انت الكلام ده عشان السي في بتاعي انا ولا عموما؟ لا، عامة يعني الدكتور وضحت إن إحنا ما نحطش أي ريفرنسز. ايوه. يعني حطها، هي احنا مش هنحط، لكن هنقول ان الريفرنسز ايه موجوده. لو عايز قول لي، لانه ده بيبقى ايه مهم جدا ان الجمله زي دي تتحط علشان قبل الانترفيو بقى. يعني انا هبعت السي في وهم هيبصوا عليه، وعلى اساسه هيعملوا زي فلترين كده مبدئي، اذا كان فلان ده متناسب معانا ولا لا. لو مناسب معانا فهيقول لك ايه، ان شاء الله عندنا ايميل، عندنا انترفيو، يبعت لك ايميل او يكلمك في التليفون، عندنا انترفيو مثلا يوم الثلاث او الاربع، شوف الوقت المناسب ليك ايه، ولو سمحت هات معاك كذا وكذا، او لو سمحت ركز على النقط الفلانية نبقى عشان هندردش فيها، وهكذا يعني. يعني النقطة دي، الجملة دي بتبقى ايه مريحة عامة يعني. ايش يا عبد الله؟ العفو. عمر أسامة، اتفضل. عمر انا مش سامع حاجة، مش عارف بقى مشكلة عندي ولا ايه. لو بتستخدم هيدفونز او حاجة ممكن تشيلها وتجرب كده. طب حد سامع عمر يا شباب؟ لا مش مش واضح، سامع. ايوه مش واضح صح؟ طب عمر لو عايز يا تكلمنا باشمهندس، ايوه. هو كان اسمه ده، كان خرجت مره واحده، معلش. طيب مفيش مشكلة، اتفضل. هو بس كنت عايز اسال ايه اهم حاجه بضيفها للسي في، بتدي ريتنج اعلى للسي في يعني، وبتبقى افضل او كده. بص، هو في السي في عايز يشوف كذا معلومة. المعلومة الأولانية أنت أدائك الدراسي عامل إزاي، ده بشكل عام. فهو عايز يبص، وده بالذات في الشركات المالتي ناشونال أو الحاجات الكبيرة، هو عايز يشوف تقديراتك عاملة إيه. طيب هل التقديرات دي هتفرق؟ في معظم الوظائف هتفرق. تفرق في إيه بقى؟ إنه هل الشخص اللي أنا هوظفه ده عنده المقدرة
انه يقعد فترة طويلة علشان يزود من معلوماته وياخد تريننج مثلا معانا، او نقول له حضر لنا حاجة في الموضوع الفلاني، ولا دايما هتبقى تقاريره متأخرة ومنتجه الفكري متأخر والريبورتس اللي عايزينها منه والبرزنتيشنز اللي عايزينها منه دايما ضعيفة او وهكذا. فده بيدي انديكيشن سريع. طبعا هو التقدير مش كل حاجة طبعا، لكن هي حاجة من الحاجات اللي بتدل هل الراجل ده ملتزم يقدر يقعد فترة طويلة ويذاكر ولا لا. النقطة التانية طبعا الايه المهارات بقى، زي ما قلت لكم كده، كبرامج تولز اقدر استخدمها علشان احل مشاكل مثلا في الشركة اللي انا هتعين فيها. فهو لو لا عندك سكيلز كتيرة، اقصد بيها عفوا يعني سوفت ويرز كتيرة تقدر تتعامل بيها، كورسات مختلفة أخدتها في سوفت ويرز مختلفة في مجالات مختلفة، يقدر يحس إن أنت إيه عندك القابلية أو القدرة على التعلم الذاتي. التعلم الذاتي ده معناها إن أنت هتطلع بالبناء جوه الشركة بشكل سريع، وهتطلع بالشركة والناس اللي حواليك برضو بشكل سريع. دي طبعا بتكون حاجة إيه كويسة. مهم تاني بقى، نقطة تانية مهمة، وهي إن يكون عندك واضح من خلال السوفت ويرز بتاعتك زي ما قلت لك التنوع، واضح برضو انك شاطر في حتة معينة بشكل مركز. ف يعني واخد مثلا كورسين في نفس المجال او 3 كورسات ورا بعض، كل واحد فيهم اعمق من التاني في مجال معين، ده معناها ان انت في الحتة دي شاطر ونقدر يعني نستخدمك فيها او نوظفك في حاجة تبعها. بقية الكلام بقى زي ان انا عندي تيم ورك كويس وعندي كوميونيكيشن سكيلز كويسة والحاجات دي، هو ده أصلا وظيفة الانترفيو، إن يفهم أو يستكشف الحتة دي. فمهما تكتب طبعا هو لازم يقعد معاك ويتكلم ويدردش ويزنقك في الأسئلة ويعصبك أحيانا في بعض البوزيشنز الناس رايحة عليها، يعصبك ويشوف رد فعلك إيه، هل بتنهار، هل بتنفعل، هل بتزعق، ولا بتحافظ برضه على هدوءك وبتحافظ على اختياراتك للألفاظ. ده بيبين له هل تعرف تشتغل في تيم ولا لا، تعرف تشتغل تحت ضغط ولا لا. ايه تاني؟ طيب نشوف سؤال كرولوس كده، لو في حاجة جت في بالي هقول لكم. اتفضل يا كرولوس. شكرا يا باشمهندس. معلش، هو يعني ايه عصبني؟ مش فاهم الجملة بالظبط. مثلا هقول لك انا حضرت استفزتك الجملة كرولوس صح؟ لا مش فاهم، هيتخانق معايا يعني. لا انا هقول لك، انا في انترفيو كده اتحكى لي، كان في شركه كبيره او شركه بترول كبيره، ورحت فيها وشفت المدير شفت مهندس متوظف بقاله مثلا 2 3 سنين، وشفت المدير اللي وظفه. فالاتنين يعني حكوا لي انه ايه الراجل المدير عمل انترفيو للمهندس ده، وقعد يساله اسئله في المجال بتاعه، بس اسئله ما بين السطور، يعني اسئله مش المفروض انه يسالها لي في الانترفيو. هو في الانترفيو دايما بيشوف الخطوط العريضه، هل انت تعرف حاجه عن الثيرموداينامكس، هل تعرف حاجه مثلا عن السي بلس بلس، كشكل ايه بشكل سريع كده بدون تعمق يعني. فهو كان بيساله اسئله عميقه، فهو ساله حوالي مثلا 18 سؤال، والاخ ده ما جاوبش غير على سؤالين، بقيت 16 سؤال مش عارف. ومع الوقت بدأ يتوتر، وفي النص بدأ هو يقول له يعني مثلا يكشر شوية، انا مش عارف انت جاي ليه، يعني رسائل من ايه من هذا القبيل، علامات وشه كانت ايه مش حلوة يعني. طبعا ده مش بيحصل في كل حاجة، لكن هو الراجل كان عايز واحد ايه صبور يعرف يتعامل يعني. في الاخر بقى لما هو يعني الراجل ده اتعين في الاخر، قال له انت عينتني ليه مع اني ما عرفتش هجاوب؟ قال له عشان انا الناس اللي كانوا قبليك واحنا في شركة بترول كانوا بيتفزلكوا وكانوا بينهاروا من اقل ضغط، فانا دول اهم حاجتين كنت عايز استكشفهم في الراجل اللي انا بعمله انترفيو، انه لو مش عارف تقول مش عارف، حتى لو مش عارف 90% من المعلومات ما عنديش مشكلة، روح دور وهاتها، بس تديني المعلومة الصح، لان المعلومة الغلط هتكلفنا ملايين، وكل الملايين دي في وشي انا، لان انا الايه التيم هيد. واحيانا انا في الشغل بتاعي بعمل بحط الناس تحت ضغط غصب عني، مضغوط عليا، فبقى عايز الناس اللي معايا تستحمل وانا استحمل. فده يا كرولوس ايه يعني مثال على واحد بيعمل انترفيو بيدور في الشخص اللي قدامه على حاجة معينة، فممكن فعلا يستفز ويشوف رد فعله ايه. وصلتك الفكرة كده ولا؟
كرولس طلع تقريبا. طيب هيا يا شباب، اي سؤال تاني لو حد عنده سؤال؟ معلش يا باشمهندس، أنا في حد لسه خرجني ودخلت ثانية دلوقتي. اه طيب، انت سمعت الاجابة وتفهم؟ سمعتها. طيب تمام تمام. تمام شكرا. طيب يا باشمهندسين، لو اي حد عنده سؤال تحت امركم. طيب بما ان مفيش اسئلة، ان شاء الله اشوفكم الاسبوع اللي جاي باذن الله. والناس بقى استاذنكم الناس تتدرب كويس جدا، علشان عايزين اداء عالي وعايزين التزام بالوقت الى اقصى الحدود. انا مش يعني دايما واخد على نفسي عهد في المادة دي ان ما اقولش لحد وقتك خلص اقفل. فحاولوا تساعدوني برضو ان انا ما اضطرش ان انا ايه اقع في القصة دي. ان شاء الله باذن الله اشوفكم على خير وربنا يوفقكم، واتمنى تكونوا توفقتوا في الميد ترمات، وان شاء الله تجيبوا درجات احسن من اللي انتم تتوقعوها باذن الله. السلام عليكم واشوفكم على خير. عليكم السلام ورحمة الله.